السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. النهاردة هعمل معاكم فيديو حلو جدا، فيديو مختلف. هنعمل طارت الكنافة بشكل حلو قوي، وزي ما انتوا شايفين كده هنعمله بأشكال مختلفة. وخليكم معايا في الفيديوهات الجاية، هنعمل فيديوهات من دي كتير علشان دخول رمضان علينا. كل سنة وانتوا طيبين. تعالوا معايا نشوف عملناها ازاي، وايه هي المقادير وطريقة التحضير. اول حاجة معايا هنعمل السيرب او الشربات بتاع الكنافة. انا حطيت 2 كوباية من السكر، وهحط عليهم 1.5 كوباية من المية. زي ما احنا عارفين الشربات بتاع الكنافة بيكون تقيل شوية، واحط عليهم عصرة ليمونة، وكمان في حاجة مهمة قوي، احنا هنزود عليهم معلقة عسل جلوكوز. لو مش متوفر ممكن معلقة عسل ابيض، وده مهم جدا، بيخلي معايا الشربات ما يسكرش او يعمل حبيبات سكر على اي حلويات بتعمليها. هنقلبه كويس قوي مع بعض، وهنحطه على النار من 5 ل10 دقايق، وبعد كده نطفي عليه ونسيبه يبرد. الكنافة بقى عبارة عن المقادير بتاعتها عن 1/4 كيلو كنافة، وطبعا ده انا مفتفتها كويس جدا لانها كانت في الفريزر. لو عندك طازة ممكن تفرميها في الكبة. معايا 1/2 كوب من السمنة، ومعايا علبة قشطة من اللي احنا بنشتريها من السوبر ماركت مش من على وش اللبن. معايا كمان 2 معلقة سكر بودر، 2 معلقة لبن بودر، 1 كبيرة من الجيلاتين، 2 معلقة كريمة بودر او كريم شانتي، 1/2 كوباية من اللبن، وطبعا يكون بارد. اول حاجة هعملها، انا هجيب بقى الكنافة هحضرها، هحط عليها السمنة السايحة. على 1/4 كيلو كنافة هنحط 1/2 كوباية سمنة سايحة، وهحط عليها 2 معلقة السكر البودر. السكر ده يا جماعة هو اللي بيخلي معايا الكنافة وهي في الفرن لونها هيبقى احمر كده وجميل. انا هفركهم كلهم مع بعض كده، لازم السكر والسمنة يغلفوا كل الكنافة اللي موجودة، فانا هفركها كويس جدا كده بايديا. تمام كده، كده خلاص زي ما انت شايفة الكنافة كلها خلاص اتغلفت بالسمنة. انا معايا ده تارت، ممكن تجيبها من اي محل فيه مستلزمات الحلويات. انا جبته وهعمل فيه الكنافة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ممكن تلاقي الحجم اكبر من كده، ممكن تلاقي الحجم ده اي حجم موجود يعني. فاحنا هنضغط عليها كويس قوي كده علشان تبقى متماسكة مع بعضها. هضغط عليها كويس قوي بايديا، هعملهم كلهم بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. كده تمام، هخلص كل الكمية اللي موجودة معايا، وهنرجع مع بعض تاني. زي ما انتوا شايفين انا عملت 6، العدد اللي كان موجود فبقى شوية، فانا حبيت اعمله في الشكل اللي انتوا شايفينه ده. القالب ده جميل جدا برضو في عمايل الكنافة او كيكة. تمام، هدخلهم الفرن بقى واكون مسخناه، وادخلهم على درجة حرارة 180. هتقعد معايا 1/2 ساعة على ما تستوي الكنافة. انا هبدأ اعمل بقى الكريمة بتاعتها. ده اللبن البودر زي ما انا قلت 2 معلقة، هحط عليهم 2 معلقة من القشطة. انا بقول قشطة من السوبر ماركت على اساس انها تكون متماسكة زي ما انتوا شايفين كده، بلاش القشطة اللي على وش اللبن. تمام، كمان هحط 2 معلقة الكريمة، وهنحط 1/2 كوباية اللبن، وهنخفقهم كلهم مع بعض بالمضرب، وهسيب الجيلاتين ده للآخر بعد ما نخفق الكريمة. دلوقتي بقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبدأ بقى اجهز الجيلاتين، اكون غالية مية، احط على 2 معلقة الجيلاتين من 3/4 معالق من المية السخنة.
يا ريت تكون سخنة قوي علشان تدوب معايا الجيلاتين كويس. هقلبه بقى كويس قوي، لازم ادوبه كويس، وهحطه على الكريمة اللي انا عملتها وهقلبهم تاني مع بعض بالمعلقة وبالمضرب، وبيبقى بالشكل ده. ممكن تزودي النقطة اللي انا هقولك عليها دلوقتي وممكن لا، انا حطيت معلقة من صوص التوفي او صوص الكراميل، انا عملته معاكم قبل كده وهسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. ممكن جدا تستبدليه بزبدة اللوتس او زبدة الفول السوداني. دلوقتي انا ضربته تاني مع الكريمة اللي هو صوص التوفي، وهبدأ بقى ان انا احطه في كيس حلواني، وهجيب بقى قالب سيليكون، اي قالب سيليكون عندك، لو مش موجود ممكن في ورقة كاب كيك زي ما انت شايفاها كده، تحطها في اي حاجة علشان تبقى متماسكة يعني. وبعد كده هتبدأ ان انت تحطي الكريمة في القالب، بالشكل اللي انت شايفاه ده انا بحطه في القالب ده عشان يبقى سهل ان انا اخرجه منه، بيطلع معايا بكل سهولة لما اتلجه في الفريزر واخرجه. زي ما انتوا شايفين كده انا خلصت القالب، فانا هبدأ احط تاني. عملت ورقتين من الكب كيك زي ما انتوا شايفين كده، بس علشان ابين لك ازاي تعملي في حاجة لو مش موجود عندك القالب. دلوقتي الكنافة طلعتها من الفرن بقت باللون الجميل ده، انا هحط لها بس شوية سيرب خفيف كده، مش هكتر قوي علشان انا عايزاها تبقى مقرمشة كده وكريسبي حلوة قوي معايا. احلى حاجة في الكنافة دي ان هي بتبقى مقرمشة مش طرية. هبدأ بقى اسقي كل واحدة كده معلقتين من السيرب او الشربات اللي انا عاملاه، وبعد كده هقلبه، شكله تحفة جميل جدا جدا. ممكن كمان تعمليه في التارت اللي هو صينية التارت، اي صينية تارت موجودة عندك، بس ده شكله حلو قوي يعني والقالب شكله كمان تحفة. انا عملته في التارت علشان يبقى حلو معاكي كده وفي التقديم، ويبقى سهل تقديم الواحدة كده في الطبق. دلوقتي انا مطلعة القالب اللي انا حطيت فيه الكريمة من الفريزر، فتماسك معايا زي ما انتوا شايفين عشان كده، وطلع معايا القالب بكل سهولة كده، طلع معايا الكريمة علشان كده قلت لك حطيه في قالب سيليكون. شفتوا شكله جميل جدا تحفة. ما شاء الله حلوة قوي. وطبعا القالب الكبير انا حطيت فيه 3 من الكريمة، وطبعا زينته بالفواكه زي ما انتوا شايفين كده، شوية صوص بقى كراميل موجود معاكي او زبدة اللوتس او اي صوص مثلا شوكولاتة، اي صوص موجود عندك هتبدأي تزيني بيه بالشكل التحفة ده. صوص الكراميل عطيله لون حلو قوي، وكمان بيديله طعم في منتهى الجمال. زي ما انتوا شايفين التارت تحفة تحفة، وشيك جدا وراقي، وينفع في اي مناسبة، وكمان في عزومات رمضان. اتمنى فيديو النهاردة يكون سهل عليكم وتكونوا استفدتوا منه ويعجبكم. بس لو عجبكم بقى ياريت ما تنسوش اللايكات وكمان الشير والاشتراك في القناة، وكمان تفعلوا زر الجرس للكل علشان يوصل لكم اي فيديو جديد بنزله. وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.